منيح. خالة نوريش والله ما بعرف شلون بدي رد لك جمايلك. طيب شكرا لك. بتسلم عليكي ماما؟ سلميلي عليها. وهي بتسلم عليكي كمان. طبعا طبعا بتصل وقت نرجع. الله معك. ماميتي تضحكي بقى، الله يخليكي. قلبي مو مرتاح ابدا ياسمين. لنقول مضت هالليلة على خير، شو بنعمل وقت اللي بيجوا لهون وبيطلبوكي؟ طمني ما رح يجوا يطلبوني. وليش لحتى ما يجوا؟ لأني رح خبره لسواش بأقرب فرصة إنه نحن في عنا ولد، ورح نتجوز فورا وبدون ما نترك وقت للخطبة. هيك بدك تتجوز ياسمين؟ مو هيك أنا بدي جوزك بنتي. قديش تخيلت اللي طالعك بالبدلة البيضة والطرحة قدام أبوكي الله يرحمه. بس هيك صار ماما، شو بنعمل يعني؟ إلهام رح تخلي الفرن حامي ما هيك بنتي؟ لا تشغلي بالك ستنا الوالدة. وين الهدية تبعي؟ ليك هون. ها لقيتها. شو مشترية؟ مشترية حلق ألماس، والله قطعة بتاخد العقل. ايه؟ هاي المرة ما بينحزر عليها أبدا. سكوت سكوت.